نروح لخبر مهم دخيل على موسم الامتحانات، والناس بتتساءل عن موسم الامتحانات وانقطاع الكهرباء. الحقيقة انه شركة الكهرباء قالت في بيان ليها انه بناء على طلب وزارة التربية والتعليم بوقف تخفيف الاحمال خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني. هنفهم بقى ايه اللي هيحصل في موضوع تخفيف الاحمال، لانه اعلنوا عن مواعيد جديدة عشان ما يتمش فصل الكهرباء على الشباب وهم بيمتحنوا او بيذاكروا. فخلونا نستقبل مع حضراتكم سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء. اهلا بك يا فندم منور. سيادة المستشار اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم منور. طبعا داخلين على موسم الامتحانات وعايزين نطمئن الاهالي والناس على فين، على فكره قطع الاحمال وقصدي تخفيف الاحمال الكهربائيه. فلو حضرتك تقول لنا ايه اللي هيحصل الفتره الجايه. ان شاء الله يا فندم، بناء على الاتفاق ما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الكهرباء، تم الاتفاق على مراعاة ظروف الامتحانات الطلاب خلال الفترة المقبلة، وبالتالي بدلا من تخفيف الاحمال كما تعلم حضرتك كان بيتم تخفيف الاحمال بدءا من الساعة 11 صباحا حتى 5 مساء لمدة 2 ساعة في كل منطقة. فبالتالي بدأنا إن شاء الله من اليوم تعديل جدول تخفيف الأحمال أو التوقيتات، بحيث إنه بدل تخفيف الأحمال بدلا من البدء من الساعة 11 صباحا حتى 5 مساء، التخفيف الأحمال سيكون من الساعة 3 عصرا حتى 7 مساء، والمدة 2 ساعة في كل منطقة. يعني هيبقوا 2 ساعة في اليوم برضو في كل منطقة؟ 2 ساعة في اليوم في كل منطقة، ولكن طبعا مراعاة لظروف الامتحانات في الفترة الصباحية وحاجة الطلاب لاستخدام التابلت وخلافه من الأجهزة. بس هم بالليل بيذاكروا كمان، ما بالليل ما انت بترجع من الامتحان عندك مذاكرة بقى، فانت تقطع عليها النور. لذلك حضرتك ان هي هتكون لغاية فقط الساعة 7 مساء، وبعد الساعة 7 مساء لن يكون هناك اي تخفيف احمال. هي بحيث يبقى كلها في فترة النهار. بالظبط يا فندم. طب يعني بشكل عام برضو احنا بنتساءل، هو موضوع استمرار تخفيف الاحمال ده هيستمر لغايه امتى؟ هل مجلس الوزراء يعني يقدر يقول لنا خطه معينه او جدول زمني معين او سقف زمني لموضوع الاحمال ده؟ يعني بؤكد لحضرتك انه طبعا الامر الحكومه ومجلس الوزراء مدرك انه بيمثل عبء على كاهل المواطنين، ولذلك يعني الامر بيتم دراسته ومتابعته، وان شاء الله يعني السيد رئيس مجلس الوزراء حريص على متابعه هذا الامر والانتهاء من تخفيف الاحمال، وان شاء الله يعني الحكومه بتسعى جاهدة لوضع رؤية واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل الانتهاء من تخفيف الأحمال، وإن شاء الله بمجرد ما يعني تمتلك الحكومة الموارد والقدرة اللازمة على الانتهاء من تخفيف الأحمال سيتم الإعلان عن ذلك. لكن ما نقدرش نقول إنه في موعد نهائي أو سقف زمني. ان شاء الله يعني بنسعى قدر الامكان انه نحدد موعد في اقرب فرصه ممكنه، وان شاء الله بمجرد ما يتم تحديد موعد سيتم اعلان. بشكرك شكرا جزيلا سياده المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، شكرا جزيلا.